والأرف في والعناوين وقضاء لحظات تزيد من رصيد المعرفة والوعي الثقافي. أقيم معرض الكتاب الخيري في نسخته الثالثة تحت شعار رحلة كتاب بتنظيم فريق تكافل صحار الخيرية الاجتماعي، والذي يستهدف القراء من مختلف الفئات العمرية. نقوم هنا بتجميع الكتب خلال فترة سابقة، ثم نقوم بعمل معرض. من خلال هذا المعرض نقوم ببيع هذه الكتب، وهذا الرعي يذهب لصالح الأسر المعسرة والأيتام. كذلك من خلال المعرض نقوم ببعض الفعاليات التي تنمي من مواهب الشباب، وأيضا تنشر فكر الثقافة والقراءة لدى الجمهور. عملية تجميع الكتب بدأت منذ أكثر من 3 أشهر. بدأنا العمل، حددنا المواقع التجميع في صحار وخارج صحار. في سبيل نقل العلوم وتدوير المعرفة، جمع المعرض ما يقارب 4000 كتاب بعناوين وإصدارات مختلفة تناسب متطلبات الزوار، والذي بدوره يساهم في نشر الثقافة والتوعية بأهمية الكتاب والقراءة. تأتي مشاركة الفريق استكمالاً لدور المعرض الخيري للكتاب كفعاليات مصاحبة دائمة محتضنة العديد من الفقرات والأنشطة الثقافية الهادفة. اليوم ما شاء الله سعدت بهذه المبادرة الجميلة اللي الواحد يعني يستفيد، يجي يعني يطلع على الكتب الموجودة هنا، والمبالغ ما شاء الله تروح للجمعيات الخيرية، وهذا شيء يعني شيء إيجابي وشيء يعني يستحق الدعم. القراءة تفتح عقولنا وتنمي مداركنا، وتعلمنا أشياء نحن ما كنا نعرفها وتعلمناها بالقراءة. فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية صاحبت المعرض، بالإضافة إلى فقرات دائمة قدمتها الفرق التطوعية استهدفت فئة الأطفال، كفقرة هيا نقرأ وقصة وخيال وتحدي الرحلة، لإنشاء جيل واع معزز للقيم الثقافية وحب الاطلاع. في رحلة بين الأروقة الثقافية يأتي هذا المعرض بهدف تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع لخلق آفاق شاسعة وأوقات مثرية. بشائر بنت حمد الشحية، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.